باش خليها خليها. التدهورة جاية لتشجيع الصناعة الإلكترونية والكهربائية في بلادنا، اللي هي صناعة محورية ومهمة. هي صناعة أولا كتعرف إبداع مغربي مغربي، ثم شفتوا اتفاقية لسنة مجال الصحة مع رائد الصناعة الإلكترونية ديال بلادنا، اللي غيوفر كل الإمكانيات باش نقويو الطب عن بعد والخدمات الطبية في بلادنا. وهذا افتخار، حيث شركة مغربية وإبداع مغربي. كتشوفوا أيضا عدد ديال العلامات المغربية اللي اليوم كاينين في السوق المغربي وكيتصدروا عالميا، وكتشوفوا أيضا مصنعين أجانب اللي تقوا في المغرب واليوم كيصنعوا في المغرب من أجل صناعة كهربائية والإلكترونية اللي كتصدر تقريبا 20 مليار ديال الدرهم، كتشغل تقريبا 25 ألف كفاءة سنويا، وعندها نسبة تطور اللي كتفوق 30% سنويا بالنسبة للصغيرات. يعني صناعة واعدة مبتكرة عندها علامة مغربية، ممكننا نشجعوها. اليوم المشاركة ديالنا أن نقدموا المغاربة والشركات هنايا ديال الطاقة والضوء، أن عندنا منتوج اللي هو مغربي، دراجات كهربائية مصنوعة هنا في المغرب، واللي كتراوح ما بين 35 حتى 150 كيلومتر ديال الاوتونومي. كنقدموا لكم واحد المنتوجات اللي هي متنوعه، واحد المنتجات من صغار حتى الكبار، منتجات ديال الناس اللي كيخدامين، اللي كيقراو، اللي كيمشيو بهم للمدرسه، والناس اللي عندهم احتياجات خاصه، لي تريسيكل و اوسي حتى لي تري بورتور، لي تريسيكل ديال تري بورتور اوتيليتير، يعني الناس اللي كيبغيو ينقلوا فيهم البضايع ديالهم، السلعه ديالهم في الخدمه ديالهم. كنتواجدوا في برشيد، وكان عندنا لوزين ديالنا حنايا في برشيد. لي بيس، اي بيس دو ريشونج ضروري بان عندنا.